إذا أنا رحت للمصلي أسبوعين كاملين هي مدة حددتها الرابطة الوطنية لكرة القدم كفاصل للبطولة المحترفة الأولى للكرة المستديرة لتتواصل فعاليتها يوم الثلاثاء 14 من أفريل لحساب الجولة 25. أكثر من 15 يوم فترة خصصت لاستدراك المباريات المتأخرة من الجولة 24 ولقاءات نصف نهائي كأس الجزائر بالإضافة إلى مباريات كأس إفريقيا، إلا أنها فترة قد لا تخدم العديد من النوادي التي لن تلعب طيلة هذه المدة، على غرار مولودية الجزائر التي لن تلعب إلى غاية 17 أفريل بعدما حققت 3 انتصارات على التوالي وهي التي تلعب آخر حظوظها في البقاء. كي تكون جاي الامور على طبيعتها هي صح شغل تحبس يعني الوثبه تاع المولوديه، بصح الانسان يقدر يدارك هذا ببرنامج برمجه التدريبات، حصص التدريبات باش ينقص شويه من هاد سلبيات هاد الوضعيات. فيما استحسن المتصدر مولوديه بجايه توقف البطوله خاصه انها تعاني من اصابات بعض اللاعبين في الوقت الذي تلعب فيه على لقب البطوله. بونس لا تريف هادي جات في البون مومون بارابور لي بليسيور اللي عندنا في ليكيب وبارابور لي ريزيلتا لي موفي ريزيلتا اللي درنا في لي تروا ديرني ماتش. هاد لا تريف تخلينا نرتبوا الامور تاعنا سواء حنا لي جوار سواء ستاف تكنيكي اللي يخدم مع لاج. وبين القبول والرفض تبقى الإثارة منتظرة في الجولة المقبلة ومعها الكثير من الصراع لفرق اللقب أو البقاء ومعها إشاعات بين الحقيقة والخيال.